أحبائي الأطفال، أعزائي الأولياء، مرحبا بكم في قناة دروس الدعم الابتدائي. اليوم حضرت تقويم في الرياضيات لتلاميذ السنة الثالثة. التفت إليهم قليلا لأقدم لهم تقويمات ومواضيع اختبارات حتى يستفيدوا هم أيضا. إذن هيا نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. التمرين الأول يقول: اكتب الأعداد الآتية بالأرقام. 1900، نكتبها بالأرقام. 1570، 2782، 3049. أعطيت لنا بالأرقام بالحروف، نحن نكتبها بالأرقام. كيف ذلك؟ 1900، نكتب أولا الآلاف. 1900، نزيد 900 هكذا، 1900. العدد الثاني 1570، نكتب العدد 1000 هذا 1500 الذي يمثل المئات 570، 70 هكذا 1570. سهلة. 2782، طويل نوعا ما ولكن الكتابة سهلة. 2000، أكتب 2700، 700 ها هي، واثنان وثمانون ها سهلة. 2782. 3049، 3000، أكتب 3000، 3000 ها هي، 49. نلاحظ أن المئات غير موجودة، إذن المئات لا شيء. 3049، 49 ها هي، 3049. التمرين الثاني، ضع الرمز أكبر أو أصغر أو يساوي بين كل عددين. بين كل عددين نضع هذه الرموز. 1479، 3473. نقارن، ما هو العدد الذي عنده أكبر من الآلف، هذا أم هذا؟ 1000 أصغر من 3000، إذن هذا أصغر من هذا، أصغر. غلطت، عفوا، أصغر. 9300، 8541. 9000 أكبر من 8000، أكبر. لما نكتب أكبر نتذكر 7، ولما نكتب أصغر نتذكر 4. 1390، 6130، إذن هذا أصغر من هذا، 1000 أصغر من 6000، أصغر. 2473، 2473، نفس الآلاف، نفس المئات، نفس العشرات، نفس الوحدات، إذن يساوي. 8102، 7013. 8000 أكبر من 7000، إذن هنا أكبر. نواصل مع التمرين الثالث. فكك الأعداد التالية.
931 نفككها 900 نكتب 900 زائد كم؟ زائد 30 زائد 1 زائد 30 زائد 1 13 وواحد وحدات 826 800 نكتب 800 زائد 26 يعني زائد 20 زائد 6 12 6 وحدات زائد 20 زائد 6 798 700 نكتب 700 زائد 90 19 وثمانية واحدة زائد 90 زائد 8 ويكون الجواب 798 444 400 زائد 40 زائد 4 14 و4 وحدات 414 4 وحدات التمرين الرابع رتب الأعداد الآتية ترتيبا تصاعديا نصعد من الصغير إلى الكبير من الصغير لاحظوا كل الأعداد متكونة من ثلاثة أرقام 100 10 وحدات وحدات 10 100 كلها متكونة من ثلاثة أرقام ما هو أصغرهم؟ أصغر هذه الأعداد هو الذي عنده أقل من المئات لاحظوا جيدا الذي عنده أقل من المئات هو هذا 105 إذا نكتب في الأول 105 هو الأصغر نشطب عليه بعده إذا أصغره بعده 300 200 900 600 300 هذا الذي يأتي بعده 269 نشطب عليه بعده 376 900 كبير 600 كبير 325 نفس المئات ثلاثة هنا وثلاثة هنا ولكن العشرات هنا أكبر وهنا إذا نأخذ هذا 325 نكمل نشطب عليه نفس المئات إذا يأتي هذا بعده 376 376 نشطب عليه يبقى لنا 924 628 الذي عنده أقل 628 وأخيرا والأكبر هو 924 نحسب إذا توجد نفس العدد 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 العدد صحيح النتيجة صحيحة التمرين الخامس جد الأرقام الناقصة في العمليات الآتية عندنا عمليات أرقام ناقصة نحن نكملها 2 زائد كم تساوي 6 عندي 2 كم أضيف لها لتصبح 6 أضيف لها 4 4 زائد كم تساوي 7 عندي 4 كم أضيف لها لتساوي 7 4 5 6 7 أضيف لها 3 3 أضيف لها كم تساوي 5 3 4 5 أضيف لها 2
واصل. 8 زائد كم تساوي 9؟ عندي 8، كم أزيد لها لتساوي 9؟ 8 بعدها يأتي 9، أزيد لها 1. 0 زائد كم يساوي 1؟ عندي لا شيء، أضيف له كم ليساوي 1؟ أضيف له 1. 2 زائد كم تساوي 6؟ أضيف 4. هكذا يكون الجواب، 2 زائد 4 تساوي 6. الآن ناقص 8 ناقص كم تساوي 6؟ عندي 8، كم أطرح لتساوي 6؟ كم أنقص؟ أنقص 2. 2 ناقص كم تساوي 1؟ عندي 2، ناقص 1 يبقى 1، ناقص 1. 5 ناقص كم؟ 5 ناقص كم تساوي 3؟ نقصت 2. 1 هنا 6 لا شيء، 8 ناقص 45 تساوي 8 ناقص 5 3. هنا كم ناقص 4؟ لا أعرف. أجمع 4 زائد 5 فأجد العدد الناقص 9. جمعت 4 و 5 فوجدت 9. إذن 9 ناقص 4 تساوي 5. 6 ناقص لا شيء تبقى 6. 6. نواصل مع التمرين السادس، التحويل. أحول إلى الغرام، غرام، واللتر، لتر. 4 كيلوغرام تساوي كم؟ نعرف أن 1 كيلوغرام يساوي 1000 غرام، و 4 كيلوغرام تساوي 4000 غرام. 6 كيلوغرام تساوي كم غرام؟ 6 كيلوغرام تساوي 6000 غرام. 15 كيلوغرام تساوي 15000 غرام. غو معناه غرام، غرام بالفرنسية. 1 كيلوغرام، دائما مع الكيلوغرام والغرام. 1 كيلوغرام نعرف أنها تساوي 1000 غرام، نزيد لها 200 غرام فتساوي 1200 غرام. الآن نواصل مع اللتر والديسيلتر والسنتيلتر. 40 ديسيلتر كم تساوي من لتر؟ 200 سنتيلتر كم تساوي من لتر؟ لاحظوا عندنا هنا 1 لتر، ديسيلتر، سنتيلتر، مليلتر. دائما نستعمل الجدول. 40 ديسيلتر اكتبها في الجدول، كم تساوي من لتر؟ 40 ديسيلتر تساوي كم لتر؟ تساوي 4 لتر، واكتب 4. دائما نستعمل الجدول، حذاري في الاختبارات. 200 سنتيلتر، دائما الرقم الاخير هو الذي يمثل الوحده. 200 سنتيلتر، 200 سنتيلتر تساوي كم لتر؟ 2 لتر. هكذا نعمل بواسطة الجدول، كل شيء سهل. التمرين السابع، احسب ضعف كل من الأعداد التالية. عندنا أعداد نبحث عن ضعفها. العدد 70، ما هو ضعفه؟ كيف نجد ضعف العدد؟ نجمعه مع نفسه. نكتب 70 زائد 70، لأن تلاميذ السنة الثالثة ما زال لم يعملوا
لا يعرفون عملية الضرب. الضعف هو عبارة عن عملية الضرب، ولكن في السنة الثالثة نجمع العدد مع نفسه، إذن يساوي 70 زائد 70. 0 زائد 0 0، 7 زائد 7 14. إذن ضعف 70 هو 140. 45، ما هو ضعفه؟ نجمع 45 زائد 45. 45 زائد 45، 5 زائد 5 10، وأحتفظ بواحد. 4 زائد 4 8 و1 9. إذن ضعف 45 هو 90. أو نضرب 45 في 2 الذي يعرف جدول الضرب. 150 ضعفه 150، نزيد له نفس العدد. 0 زائد 0 0، 5 زائد 5 10، وأحتفظ بواحد. 1 زائد 1 و1 3. إذن ضعف 150 هو 300. ضعف 400 ضعفه، نزيد 400 أيضا. 0 0، 4 زائد 4 8. ضعف 400 هو 800. 55، لاحظوا 55 ضعفه، نزيد له 55. 5 زائد 5 10، وأحتفظ بواحد. 5 زائد 5 10 و1 11. إذن ضعف 55 هو 110. 110 هكذا نجد الضعف، لأن في السنة الثالثة ما زال لم يتعلموا عملية الضرب. الوضعية الإدماجية، عند فاطمة 1000 دينار، اشترت دمية ب200 دينار وفستانا ب700 دينار، ما هو المبلغ الذي دفعته للبائع؟ 2، كم دينارا بقي عند فاطمة؟ كان عند فاطمة 1000 دينار، اشترت دمية ثمنها 200 دينار، 200، واشترت كذلك فستان ب700 دينار، كم دفعت للبائع؟ ثمن الدمية زائد ثمن الفستان. إذا نجمع 200 زائد 700 ونكتب العملية. نبدأ بالكبير، 700 زائد 200، سنرى كم دفعت للبائع. 0 زائد 0 0، 0 زائد 0 0، 7 زائد 2 9. إذا دفعت للبائع 900 دينار، وأكتب الجواب. دفعت فاطمة للبائع 900 دينار. الشطر الثاني، كم دينارا بقي عند فاطمة بعدما كان عندها 1000 دينار ودفعت للبائع 900 دينار؟ كم بقي عندها؟ بقي عند فاطمة، سنرى كم يبقى عندها. نطرح 1000 دينار ناقص 900 دينار، 1000 ناقص 900، ما صرفته في الدمية هو الفستان، تساوي 0 ناقص 0 0 0 ناقص 0 0، 0 ناقص 9، لا أستطيع، استلف 10، 10 ناقص 9 1.
ونزل العشرة إلى هنا، واحد ناقص واحد صفر. في الأقسام العليا يعملون مباشرة دون احتفاظ هنا، دون استعارة. عشرة ناقص تسعة يساوي واحد، ولكن هذو صغار دائما نستعمل الاحتفاظ. إذا بقي عند فاطمة مئة دينار. بهذا نكون قد أتينا إلى نهاية هذا الفيديو. موعدي بكم في فيديو آخر إن شاء الله مع اختبار آخر. الحصة المقبلة اختبار وليس تقويم. إذا إلى اللقاء.